حب الوطن عقيدة وانتماء، وموتقة عطاء، وتضحية وفداء، وعلم وغرس قيم، واعتزاز بتراثه وحضارته، وتضحية في سبيله، وحب لأهله، وبر بتاريخه. لأجل من أرسوا جذورهم في أرضك يا وطني، ومن دمائهم الزكية الطاهرة نبتت شقائق المجد والنصر. لأجل كل من ضحى وقدم روحه وجسده فداء لعزة وكرامة سوريا، لتبقى عزيزة شامخة أبية، لأجل أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، نقف دقيقة صمت إجلالا وإكراما لأرواحهم الطاهرة، ومن ثم النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. في حفل افتتاح المهرجان لي في دمشق الثقافي الثاني
لعام 2020 والذي تقيمه وزارة الثقافة تحت رعاية معالي وزير الثقافة في الجمهورية العربية السورية الأستاذ محمد الأحمد. السيدة معاون وزير الثقافة المهندسة سناء الشورى لإلقاء كلمة وزارة الثقافة فلتتفضل مشكورة. الأخوة والأخوات، أيها الجمهور الكريم، امتداد مترامي الاتجاهات الزمانية والجغرافية، سوار من حب يحتضن دمشق أبجدية الحضارة والتاريخ. إنها ريف دمشق، تضاريس تتمازج فيها مكونات الكون الإنساني. إنها ريف دمشق، جبل الشيخ وسيدنايا ومعلولة وجبادين ووادي بردة والزبدان وغيرها. استراح السياح من أصقاع الكون هي من عمق ماضيها ثراء حضاري روحي يجتذب أفئدة المحبين إليها، ما بين شموخها الذي يتسامى كجبل الشيخ وكرم أهلها الذين أرضعتهم غوطتها سمات الجود ونقاء الروح وروى بردة والفيجة وبقين أصالتهم. هي ريف دمشق قبلة الأنفس الحالمة وفردوس البهاء، ليس غريبا أن تستهدفها قوى الشر، فمن تبر تربتها سلام الخير وفي أمانها حصانة الوطن. وكان فصل الخطاب في هذا للجيش العربي السوري بقيادة سيد الوطن الرئيس بشار حافظ الأسد. وراية الحق خفاقة فدحر الإرهاب والشر وعادت مناطق ريف دمشق أما رؤوما لأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ وبساط خير لسوريا. في هذه المحافظة الطيبة ما يزيد على 100 منبر ثقافي بين مراكز ومحطات ونوافذ وغير ذلك، وتسعى وزارة الثقافة إلى تهيئة مزيد من هذه المنابر لما يمكن أن تقدمه لمجتمع نير ينهض بموارد الفكر. نحن هنا اليوم لننقل شعلة مهرجان ريف دمشق الثقافي وفاء لأهلها وإيمانا بقدرتهم الثقافية التي تنتج عطاء ثرا في صنوف المعرفة والفكر كافة. مهرجان وزارة الثقافة توليفة من عطايا أبناء هذه المحافظة الغناء وتكريما لجليل وجميل ثقافة الناس هنا. ختاما الشكر، كل الشكر لكل من ساهم وسيساهم في إنجاح فعاليات هذا المهرجان، وأخص بالشكر الأمانة السورية للتنمية على الجهود المبذولة في صون تراثنا العريق والعميق والثري والحفاظ عليه، والذي أثمر مؤخرا بإدراج الوردة الشامية على لائحة التراث العالمي. الخلود لأرواح شهدائنا أبرارنا والشفاء لجرحانا والوفاء المطلق لقائدنا المفدى سيادة الرئيس بشار حسن. باسم السيد وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد أتمنى لكم متابعة طيبة لفعاليات هذا المهرجان. لمعالي وزير الثقافة، التكريم واجب مقدس وأحد الواجبات التي تلتزم بها وزارة الثقافة تجاه المبدعين والمتميزين في مختلف حقول الثقافة السورية. أدعو الآن الأستاذ صالح بكرو رئيس مجلس محافظة ريف دمشق فليتفضل. نبدأ مراسم التكريم حسب ترتيب الأبجدية. الفنانة التشكيلية المبدعة دعاء المصطفي، الشاعر رجب كامل عثمان،
الأديبة سعاد مكارم. بالمراكز الثقافية اللي تابع لها بكل المحافظات
بس اليوم أنا كتير سعيد وفرحان لأني عم شارك بالاحتفالية الجميلة اللي بتحكي عن مكان جميل وعريق بثقافته وتاريخه وناسه. أهلا وسهلا فيكم بمهرجان ريف دمشق الثقافي الثاني. أهلا وسهلا بكم. الشيء المهم اللي لازم تعرفوه
انه من هون طلعت اول لغه ساميه من لغات بلاد الشام المكيه من قبل الميلاد. هو فعلا سور منيح او الشام. منيع بتنوع اطيافه وثقافته وعاداته وتقاليده وتاريخه كمان. أنا بسمع أن الأدباء والشعراء وكبار الفنانين من كل العالم كانوا يجوا لحتى يكتبوا رواياتهم وأشعارهم وأفكارهم ويرتاحوا بأحضان الطبيعة الحلوة والساحرة. صح كلامي. كبار الشعراء غنوا بنهر الوردة. أمير الشعراء أحمد شوقي، وشاعرنا الكبير نزار أباني، والشاعر الكبير محمود درويش، وغنى لبردة وجماله الموسيقار محمد عبد الوهاب. قرينا كده بالتاريخ انه كمان بالخطط المستعمر الفرنسي داء الويل على يد ابطال الثوره السوريه الكبرى. طبعا طبعا يا ابني، ابناء ريف الشام المخلصين ساهموا مع كل اخوانهم بسوريا لحتى يحققوا الجلاء لبلدنا. شو رايك بهالكلام؟ حلو كثير، جاي على بالي غني انا ورفقاتي اليوم. وشو بدك تغني؟ مو نحن بمهرجان ريف دمشق الثقافي؟ بلى. انا كمان بدي غني واحتفل. غني حبيبتي غني، غني وافرحي واحتفلي لانه هالبلد تستاهل الفرح. يلا سمعونا انا والاستاذ.
يا سلام على الغنية حلو يا سلام. شو اسمك يا حبيبي؟ اسمي أسامة. يا سلام يا سلام، يا عيني على الاسم الحلو أسامة. وانت يا أمورة شو اسمي؟ أنا اسمي جوري. الله الله على الورد الجوري والقرنفل والفل والياسمين. يا سلام على ياسمين، ياسمين الشام. يا سلام. على سيرة الورد الجوري والفل، بدي أخبركم إنه منظمة اليونسكو أعلنت من فترة ضم الورد الشامية لقوائم التراث الثقافي والإنساني غير المادي للبشرية، ويلي أهل الريف الشامي لحد اليوم عم يحافظوا على زراعتها. هالشي مو غريب يا بنتي، يمكن يتأخروا كتير. هالمنطقة اكتشاف مدهش بكل شيء فيها، بتشوفي ثقافة قبول الآخر والتآخي، وفيها بتسمع صوت جرس الكنائن مع أذان المآذن، صوت واحد. هذا هو الريف الشامي، فسيفساء سورية فيها كل ألوان الطيف. هون الأغاني والأشعار والعتابة والميجنة والأدب والفن والموسيقى، هون الكل قلب واحد وروح واحدة.
يا سلام على هالجمال يلي لسه في منه كتير 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 عنا، لازم نشوفه ونكتشفه. وانا بس اخلص المدرسه بدي صير روح انا ورفقاتي رحل لحتى نشوف اكثر هالحضاره والتاريخ والثقافه يلي عم نسمع عنها. ايه انا بدي ضل على هالبنيات حلوه كثير. طبعا طبعا يا اولاد لازم تعملوا كل شيء حلو للبلد. التاريخ
مجتمعة في جيش الانتصر إلا عندما توحد معه الشعب في معركته، وعندما توحد هو مع الشعب في رؤيته وفي قضيته. وصحيح اليوم أيضا أن الانتصار في معركة لا يعني الانتصار في الحرب، لكن هذا في المنطقة العسكرية المجرد الذي يبنى على النهايات والنتائج. أما في المنطق الوطني فالانتصار يبدأ مع بداية الصمود ولو كان منذ اليوم الأول. وفي هذا المنطق فإن حلب انتصرت وسوريا انتصرت. انتصرنا جميعا على الخوف الذي حاولوا زرعه في قلوبنا. انتصرنا على الأوهام التي حاولوا غرسها في عقولنا. انتصرنا على التفكك، على الحقد، على الخيانة، وعلى كل من يمثل هذه الصفات ويحملها ويمارسها. واليوم ونحن نعيش أوقات الفرح علينا أن نتذكر أن هذه اللحظات حققتها سنوات من الألم واللوعة والحزن لغياب عزيز ضحى بروحه من أجل حياة وسعادة الآخرين. وإذ ننحني إجلالا أمام عظمة شهدائنا وجرحانا، فإنه من واجبنا أن نقف احتراما أمام عظمة عائلاتهم الجبارة. وإذا كان نصر يهدى فله، وإذا كان لأحد فضل فيه فهم أصحاب الفضل. فتحية لهم على ما ربوا، وتحية لأبنائهم على ما قدموا، تحية لكل فرد من أبطال جيشنا العظيم ومن خلفهم قواتنا الرديفة، تحية لصداقة أجسادهم في البرد والصقيع ونحن ننعم بالدفء والأمانة.